excuse me. سانيتايزر معقم، ما كنت استخدم معقم شكلك بحياتك.
سرير، يلا روح هناك. تسمعني انت ولا ما تسمعني؟ طيب يلا كو، انا اجيك انا اجيك. اوكي اوكي ممتاز. اقيس الحرارة عندك. طيب يلا افتح فمك، افتح فمك. اقول لك بلست الباب، الشيء جاي نلعب احنا. يلا افتح فمك يلا. لا ما قلت تي،
خلاص ما ابغى ما ابغى اسوي لك فحص لعيونك. ما تبغى تسمعني ما تصدقني العظيم. يعني انا اللي عندي مشكله في السمع. انا انت قلت ايه؟ لا والله. ايش رايك اجيب لك حروف فرنسيه؟ اجيب لك حروف لغه ثانيه من الفضاء. بص انا اعطيتك فرصه وانت ضيعتها. خلاص ما هي مشكلتي. روح عند دكتور نظر خليه هو يعطيك نظاره. طيب يلا بص خليني انا اشوف عينك. انا راح كذا اسحب وانت طالع فوق. يلا يلا طالع فوق. اوكي طالع يمين يمين. اوكي طالع يسار. يلا يسار. اوكي لا اقول لك في مشكلة. ما اسمع ولا كلمة منك. كل شيء تقوله غلط. ما في كل كلمة تقولها غلط. اذا حتى ما تقدر تقرأ الحروف ليش اسمع كلام.
نشوف هذه ايش. هذه زيت، ريحة زيت، بس ابغاك انت تحسر ايش الريحة بدون ما تقرا، لا تقرا الاسم. يلا كف خشمك، يلا يلا غمض عينك، يلا انا كفل خشمك. شم شم ايش الريحة؟ شم شيء. لا قهوة، نعناع. هذي نعناع، نعناع. طيب يلا هذي الثاني، لا تقرأ لا تشوف، خمم عينك مط عينك. اوكي يلا قفل الثاني، قفل هنا، قفل قفل خشمك. طيب حسر هذي ريحتها ايش. يلا شامم، شم ولا ما تشم؟ غلط، مو ورد، لا ما هو ريحة ورد. ياسمين. لا مو نفس الشيء، لا الورد والياسمين شيئين مختلفين. اوكي ورد، عندك مشكلة في الشم، حاسة الشم عندك ما ينفع. ريحة الشاي، تعرف اني ريحة النعناع بشاي، يا سلام كثر ما تشرب شاي. لكن الورد والياسمين ما تعرف الفرق. طيب بص خلاص، خليني اشوف عضلات الوجه عندك كيف. طيب يلا انت بس سوي الحركات اللي انا اسويها. اول شيء سوي كشرة، كشر يلا كشر كذا، أبغى أشوفك تكشر يلا، أبغى أشوف. طيب أبغاك تاخذ لي كذا نفس وتنفخ لي الخدود زي كذا، يلا خلينا نشوف. اسمعني.
البيت أباك تاخد شاور فاهم ولا لا؟ لأنه القرار بزيادة بزيادة خلاص يعني ما يصير كده. أوكي أمه عورتك مسكين بس بس بلا دلعي الله خلاص. لا ما أبغى أسمع منك كلام كذا على الأقل وعدين رجوع ما أبغى أشوف عينك الثانية. استغفر الله. Oh my God, those birds. Maybe I should go scare them away.